اثنين ممكن يفوتوا جوا. واحد ما ياخدش اثنين جنب بعض. لا. طب حاسبي راسك، خدي بالك من راسك. محلات الجلود في المدينه القديمه لا تنتهي. فاضلي 30 كيلو على فاس. يا استاذه يسرى، البيوت هنا كلها كده يعني؟ انت لو كلمتي صاحبتك جارتك اللي جنبك هتسمع؟ ما عندكوش اسرار خالص كده؟ زحمه المدينه العتيقه في فاس، زحمه ومليانه ناس بجد. لازم ادخل المدرسه من جوه اشوف فيها ايه. لازم. على الرغم ان الريحه وحشه جدا بس انا مبسوط يعني. اهلا بكم من جديد في سامروز. بعد ما زرت المدن الجميله اللي فاتت كلها، كازابلانكا والرباط والعرايش وطنجه وتطوان، جه ميعادنا مع فاس، وهنزور فيها حاجات كتيره جدا زي المدينه القديمه، مسجد القرويين والمدارس الكتيره قوي اللي فيها، وطبعا المندغه الكبيره. صباح الخير من المغرب، يوم جديد ورحله جديده. انا في شفشاون دلوقتي متحرك على فاس. اطول رحله هتبقى ليا من ساعه ما جيت المغرب هي دي، حوالي 4 ساعات، لان هم حوالي 200 كيلو. يلا بينا نبتدي يومنا ونشوف فاس عامله ايه. جاي لك يا فاس، بيقولوا الجو هناك حر قوي، ربنا يستر. فاضل لي 30 كيلو على فاس. هانت الطريق من شفشاون لفاس. طبعا انا متحرك كده، انا كنت في الشمال، الجو كان جميل فعلا يعني، شويه بروده شويه حر بسيط، حتى لو في حر متقبل، الشمس مش جامده قوي ما بتلسعش. انا دلوقتي داخل خلاص كده قريب من فاس. مش عايز اقول لكم بقى، الجو بقى حر جدا والشمس يعني مركزه، كل ما بتجه جنوبا الجو بيحرر جدا، فدرجه الحراره دلوقتي معديه ال 32. الحمد لله وصلنا فاس. الجو حر جدا يا جماعة، درجة الحرارة عالية مختلفة تماما عن الشمال. انا ساكن في المدينة القديمة تحديدا في الميزان، دار الميزان. الليلة هنا ب 13 دولار الأوضة اللي أنا حاجزها. الله يخليك، أنا جيت في وقت النظافة شكلي. الله، بس ما شاء الله القعدة جميلة عندهم. وفي بقى ملحوظة جامدة جدا، الجو جوه البيت احلى بكتير قوي من الجو بره. وادي الغرفة بتاعتي، جميلة جدا 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 جدا، سيمبل وجميلة، والجو حلو جدا احسن من بره.
وادي الحمام بتاعها. اول مزار في فاس ليا هيكون المدبغة. المدبغة مكان عريق جدا في المغرب، هي عشان مشهورة بالجلود، بس منطقة المدبغة من اكتر الاماكن السياحية في فاس. هنروح نشوفها كده ونكتشفها مع بعض، يلا بينا. نوصل للمدبغة من خلال المدينة القديمة. أنا أستاذ. أهلا بيك. مرحبا، كيف حالك؟ مرحبا بيك. بخير؟ الحمد لله. الحمد لله. اتفرج على المدبغة، الله، ريحة الجلد الخروف باينة من هنا. حبيبي عمرها قد ايه المدبغة دي؟ أكثر من 600 سنة عندنا. كم؟ أكثر من 600 سنة. أكثر من 600 سنة، ما شاء الله. أكبر مدبغة في شمال إفريقيا. أكبر مدبغة في شمال إفريقيا. اسمها شوارة. معروفة. اسمها إيه؟ شوارة. شوارة. مدبغة شوارة. النعناع للدهودي ده عشان نفضل عاملين كده، لأن الريحة لا تطاق. ريحة جامدة جدا. نسيت اقول استعرف زهرة ومليكة من البصرة. اسمها ايه؟ جنب فاس. صفرو. من صفرو جنب فاس. فين ويتوب؟ التور جايد بتاعي النهارده. من المرحلة الأولى. المرحلة الأولى اللي هي إيه بقى؟ نضيف الجلود في الماء الأبيض، الجير وزق الحمام. حل أمونياك طبيعي. أمونيا طبيعي، زق الحمام؟ زق الحمام. زق بساق؟ بس كي. بس الريحة صعبة أوي. أيوه، ولك يعطي هذه الريحة هذه. عملت كده. من غير النعناع ده، الريحة صعبة جدا. يعني لازم النعناع. اول حاجه بتتم في تصنيع الجلود هنا، بغسل في المنطقه دي، بيستخدموا فضلات الحمام ومواد كيماويه عشان يشيلوا الريحه على قد ما يقدروا من الجلد، بالاضافه لتنظيفه من الوبر والصوف وكده. دي اكتر منطقه ريحتها صعبه شويه. بعد كده بتطلع الجلود بعد ما بتتنظف وفضلات تشال منها على منطقه التجهيز، بمعنى اصح بيحطوا عليها الصبغات او الالوان، تتدبغ وتبقى جاهزه انها تتشكل شنط او ملابس، جواكت او مشابه. المنطقه دي اسمها الميركل، عشان بيستخدموا فيها الرجل عشان يصبغوا بيها الجلود، فالاسم جاي من هنا ميركل. المنطقة كلها بزرات حوالين المدبغة، والمدبغة نفسها فيها جزئين، جزء المدبغة الرئيسية الكبيرة، وجزء تاني مدبغة قبلينا بشوية بحوالي ربع ساعة مشي اتجاه ده، أصغر من دي شوية. المواد اللي بيستخدموها في الصباغة وتجهيز الجلود، بيستخدموا فيها الزعفران وقشر الرمان، فبيطلع مواد بتبقى متماسكة وبتمسك في الجلد، تعيش أجيال طويلة، تعيش سنين طويلة. بيقف العامل كده في المدبغة نفسها زي ما انتم شايفين، بيفضل برجليه يدوس على قطعة الجلد لغاية لما يتم صبغها. انا شفت قبل كده فيديوهات على اليوتيوب كتيرة، المناطق دي او الاماكن دي كلها الوان، دلوقتي مش شايف انا غير اللون الاحمر والاخضر هناك والبني.
يمكن من زاويه تانية تبان. بعد ما بيخلصوا التنظيف الاخير والدبغ بتتعلق بعد كده زي ما انتم شايفين على الاسوار وعلى الحوائط لغايه لما تنشف، والعمليه بتاخد وقت كبير جدا، ما هياش يوم ولا اتنين. وبعد كده بتطلع على المحلات او الورش عشان تتشكل. لازم ادخل الندغه من جوه، السريحه صعبه قوي قوي بجد، بس كان لازم ادخل من جوه عشان مشوقه. دي منطقه التنظيف اهي. نزلت بقى اصور من تحت عشان نبين الموضوع اكتر يعني. انا عجباني جدا منطقة المدغة دي، على الرغم من الريحة صعبة جدا، بس في حاجة جميلة. برضه اللغة الأمازيغية. المدينة القديمة هنا في فاس فيها سياح كتير جدا عن اللي انا شفتهم قبل كده عن الشمال، يعني نسبة السياحة هنا عالية شوية مع ان الجو حر جدا هنا. كسكس؟ ما شاء الله.
المدينة القديمة في فاس هنا من أقدم المدن القديمة في المغرب، يعني حوالي 12 قرن. تخيلوا فيها 11,000 زقاق، 11,000 زقاق ما شاء الله، كبيرة جدا. شايف ان الجلود هنا مميزة جدا في فاس عن بقية المدن. عاونوا خيتكم يعاونكم الله. كالوان وكموديلات واشكال مميزة جدا. أول منظر لنا في المدينة القديمة مدرسة العطارين. ما تنساش وانت في المدرسة مدرسة العطارين انك تطلع فوق عشان تشوف المدينة القديمة كلها من فوق. المدرسة فيها أماكن كتيرة قوي للدراسة، الفصول وغرف الإقامة، كان فيه ناس كنا بتنام هنا أو طلبة. هتاكلي ايه يا مليكة؟ عايش حاب كده؟ وريني. طازج الشيء في السوق العتيق او المدينة القديمة ما تزهقش ابدا، كلها مليانة حاجات تشد الواحد، طرازات خشب، الابواب بتاعتهم الابواب شكلها تحفة. مصر ام الدنيا يعني. الله يخليك الله يخليك الله يخليك. الحمد لله. انا عايز اسالك سؤال، احنا عندنا العيش عيش، ليه بقى انتوا عندكم بطوط وخليع وليله كبيره قوي حضرتك؟ ليه؟
اختلاف الثقافات في العيش؟ في المغرب، في المغرب. ايوه في العيش يعني؟ اه في العيش، في الاكل، في اللبس، في اللهجات. تسلم عليك. الله يبارك. زي عندنا ده. زي عندنا. مرحبا. اسمعي طيب. ياك. اسمعي. شو اسميتها؟ فريز. 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 بتاكليه بالعيش؟ فريز. تعالي هنا خدي. هو اللي حطوا لي بالعيش. خلاص انا حلو. ماشي. لا ما ينفعش في العيش ده. باكل علكه مش بعيش. ايوه ما ينفعش. بس هو حلو. هو حلو. السودانيه زي بتاعتنا بالظبط. جينا عند منطقة الحدادين. ساحة الصفارين. يعني المنطقة او المحلات اللي بيعملوا فيها شغل المعادن والنحاس واواني الطهي والحاجات بقى اللي هي طالعة الحيطة او زخارف. دوت المطبخ كمان. جنب ساحة السفارين على طول خزانة القرويين. الحرارين. تجهيز العرايس كان ضروري انه تيجي هنا وتشتري اي حاجه من السودة. اه من السودة. يعني مسميين الزواق عليها؟ بيعملوا ده للفساتين صح؟ للفساتين التقليدي الفستان المغربي والشيطه. الحريرين عشان الحرير. يعني الحرير هو مش بس توب، هو خيوط كده بيعملوا بيها الحاجات دي. اسمه ايه ده؟ ده العقاد. 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 هو معروف بمدينه زي زرار. اه. ده زرار. للفساتين وللعبايات. العبايات والقفطين والجلابه. جلابه. اوكي. ده كمان برضو بيسموه سوق المسقوف. في منهم بيسموه سوق المسقوف. او سوق القبه. منطقه فيها كذا سوق. سوق الجلابه، سوق الذهب، سوق البساط، سوري الصباط، سوق الحرارين، سوق القبه، وهكذا اسواق كتير جدا. وسوق الشماعين. يلا يا استاذه مليكة هتودينا فين يا استاذه مليكة؟ على مولاي ادريس. مولاي ادريس. اوكي يلا بينا على مولاي ادريس.
رايح فين يا حاج؟ السلع. هنجار. بينقلوها 10 مش عربيات تدخل هنا. طبعا بيستخدموا الحمير والحصانه عشان ينقلوا عليها البضائع، لان ما فيش في المدينه القديمه بالكامل اي عربيه او موتوسيكل بيدخل. و زي ما قلنا قبل كده 11,000 زقاق وحاره في المدينه. طب هيدخلوا البضائع ازاي؟ فلازم يستخدموا الحمير والحصانه والعجل. السقف ده متحرك، لما بتمطر الدنيا بتمطر بيقفلوه. تعرف الميزان اللي هناك بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ الصوف. الصوف؟ بس. ما كيجيو باش كتسم المقايضه، كيجيو وين تجار الاغنياء انا كتسم المقايضه الداخل كي كتبات السلعه ديالهم والفوق كانوا كيباتوا عاد صناديق الاخرى. الميزان ده كانوا بيوزنوا عليه الصوف، ميزان الصوف فقط. الحاجات المميزة جدا في المغرب الشغل النسيج اليدوي اللي بيعملوا منه الحاجات المعلقة على الحوايط او اللي اتحط على الارض او على السراير، كل المنسوجات دي جميلة جدا. ندخل على ضريح ادريس او مولاي ادريس. ما شاء الله البوابة جامدة جدا. ده سكر برضو؟ شمع. نعم. مولود؟ تمسك ورود في الزفاف. هنا يوم الحنة يمسكوا شمع. بيتكلموا، انتوا بتتكلموا امازيغي دلوقتي؟ ايوه. اللغه الامازيغيه هنا من اقدم اللغات في المغرب، وناس كتيره بيتكلموها، مش ناس قليله. والحكومه ابتدت مؤخرا تدرس اللغه الامازيغيه في المدارس، يعني ابتدوا يعتمدوها لغه رسميه. فعشان كده بشوفه في كل يفط في الطرقات في الشوارع في طريق السفر، بعض اليفط على الحاجات الأساسية في المدن زي المدارس والمستشفيات. هي بس اللغة الأمازيغية صعبة شوية الواحد يتعلمها، ونطقها وطريقتها صعبة شوية، حتى الكتابة بتاعتها هي شبه اللغة بالنسبة لي، يعني أنا شايف إنها شبه اليوناني أكتر حاجة. متعة
بس هي نطقها وكلامها صعب جدا، بس مشوقة جدا، شكل الكتابة بتاعتها مشوق جدا. ما شاء الله القبة غير طبيعية. تاني جميل جدا، كل التضاريس جواه الزخارف الأندلسية أو الزخارف الإسلامية القديمة أو الأندلسية في منتهى الجمال، الألوان زاهية جدا واضحة، الألوان الذهب المذهب دي لسه بحالتها، مظهر حلو جدا، وبعدين كل التفاصيل، الأسقف في الخشب، الفانوس المطعمة بالأحجار وعليها قماشات ألوان، يعني بجد المكان ساحر. انا حبيت جدا الطريق، كان نفسي الحق اصلي هنا بس للاسف بيقفلوا. بصوا المنظر عامل ازاي. النجف اللي في وسط الطريق لوحدها تحفه، تحفه اثريه. مدخل تاني للطريق. اللون الذهبي كأنه لسه معمول امبارح. دلوقتي بقى وصلنا على مسجد القرويين. سارة خدت مني الكاميرا وشغلها تصويري. بقيت يوتيوبر، بقيت يوتيوبر. هيبقى من حسن حظك بجد لو صليت الجمعة في مسجد القرويين، مختلف جدا. شايفين الذكر اللي قبل الصلاة؟ في ذكر بيعملوه قبل الصلاة، تحفة. بسم الله ما شاء الله.
المدينة القديمة فاس، خد بالك لما تيجي تزورها ما تجيش الجمعة، لأن يوم الجمعة أجازة، معظم المحلات بتبقى قافلة، لأن هما بيبقوا عايزين زي كازابلانكا بالظبط، ما حصل كازابلانكا بيبقوا عايزين في الويك إند السبت والحد فاتحين كلهم، فهم بياخدوا أجازة الجمعة يريحوا فيها، يوم الصلاة بقى ويوم الكسكس العالمي، فلازم ياخدوا راحة، فمعظم المحلات بتبقى قافلة، خد بالك ما تجيش الجمعة لأنك مش هتشوف السوق كله يعني. المدرسة البعنانية. بصوا يا جماعة باب ارتفاع ايه؟ المطرقة، المطرقة بتاعت الباب. ضخمة، حاجة ضخمة ما شاء الله. ما شاء الله ال 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 حوالي 8 كيلو لوحدها دي. هو انتوا كنتوا طوال قوي زمان؟ زمانكم بالضبط. واحنا فعلا ما شاء الله كده ايه؟ شوف هو معروف من زمان انسان ابونا ادم لما نزل في 5 سنتيمتر. اه طبعا بس مش كده يعني ما شاء الله يعني. اه طبعا في في سجالات في الدوري. لا بس ده فخمه جدا، ده بانوس ده مش كده؟ ده المقرنص، خشب المقرنص. المقرنص. تيكت الدخول للمدرسة البعنانية 20 درهم. المدرسة البعنانية بناها السلطان أبو عنان فارس سنة 1350، وانتهوا من كل الأجزاء بتاعتها أو المباني بتاعتها 1355، وفي ناس بتقول 57. هي مدرسة ومسجد في نفس الوقت، ابتدوا يستخدموها عشان صلاة الجمعة، يعني عملوها مخصوص عشان صلاة الجمعة أيام السلطان، وطبعا كان تدريس علوم القرآن والسنة. المدرسة فيها فصول تعليمية وغرف للسكن زي المدرسة اللي احنا زرناها امبارح اللي هي مدرسة العطاريد، وهي بصراحة المدرسة البعنانية اتعملت بعديها عشان يبقى فيه منافسة، يعني السلطان أبو عنان كان عايز ينافس المدرسة القديمة بتاعة والده اللي هي مدرسة العطاريد ويعمل حاجة أكبر. وطبعا كانوا بيستخدموا الخشب بشكل واضح في كل المباني بتاعتهم. دي كانت الساحة الأساسية للصلاة الرئيسية، وفي فوق الفصول والغرف بتاعة الإقامة. طبعا زي أي مسجد قديم أو مدينة قديمة، القصبة أو اللي هي تعتبر بمثابة المأذنة دلوقتي يعني. محراب المسجد من سنة 1355 زي ما هو ما تغيرش، بنفس شكله بنفس مكانه بنفس الخشب بتاعه. منطقة الوضوء كان الناس بتتوضى هنا، ومجرى المية ده المية بتنزل فيه صرف عادي، بالاضافه ان كان في ميه في المجرى اللي هناك ده جايه من النهر مباشره. انا بس مش فاكر اسمه، كان نهر ايه، كانت الميه جاريه في المكان على طول يستخدموها سواء في النظافه او في الوضوء.
احنا شايفينها فوق دي يا جماعة الساعة المائية فيها 12 شباك 12 فتحة كل فتحة كان فيها حبال بكور حمراء بتدي صوت معين عند الساعة يعني كل فتحة بترمز لساعة من ال 12 ساعة بتوع الساعات العادية وبكده يقدروا يميزوا بيها الوقت من قبل 12 وبعد 12 عن طريق الحبال والكور وحركة المية. ده كان شكل الساعة المائية زمان 12 شباك اللي انا قلت لحضراتكم عليهم بره و 12 كورة نحاس بالحبال بكور نحاس تانية عن طريق حركة المية جوه في المبنى بتتحرك الحبال دي وتدي مؤشر للوقت بالظبط. فمثلا لما يضرب الكورة دي مع دي تبقى 3 عصرا مثلا وهكذا، يضرب دي لوحدها تبقى 1، يضرب دي لوحدها وهكذا. هي كان ليها ميكانيزم معين وكله بيشتغل بالمية مش اكتر، هي المية فقط مع حركة الحبال على النحاس، وكان الناس بتسمع الصوت من كل ناحية من كل حوالين المدرسة يعرفوا بيها الوقت، ودي كانت معجزة في الوقت ده. من يعني مفيش تكنولوجيا ساعتها، فكانوا بيستخدموا المية مع الحبال مع النحاس، فكانت طفرة ساعتها وهي حقيقة جميلة يعني. هنلاقي الغرف بتاعة الإقامة والدراسة، وهي حاليا فيها الملك مدي منحة لبعض الطلبة ساكنين هنا بيدرسوا، يعني في ناس فوق اهي بينينهم اللي هم متفوقين، وهيبقى خاصة كلية الحقوق اللي بيطلعوا بقى المستشارين والقضاء، وطبعا من صفوة الشباب يعني أو من صفوة الطلبة، ودي منحة ملكية ما بياخدهاش أي حد. المدينة القديمة فاس لوحدها فيها 14 مدرسة قديمة، 5 بس منهم اللي مفتوحين دلوقتي للزيارة، منها المدرسة البعنانية. فكرة عبقرية، استخدام المية مع الحبال مع دفع المية وجريان المية وضرب كور النحاس في بعض طلع صوت، المدينة كلها بالكامل تسمع تعرف التوقيت، كانت فكرة عبقرية بجد. طلعنا من المدرسة البعلانية اتحركنا على سوق القديم بقى الأكل والخضار، وتعال نتفرج عليه مع بعض. المغرب ما عندهاش طبق واحد بس مميز، عندهم اطباق كتيره جدا، كسكس والطاجين والفاستيله. انا بصراحه عايز اجرب كل الاطباق هنا، عايز اجرب كل الاكل المغربي، لان المطعم المغربي مميز جدا في العالم وفي نكهات مختلفه. دلوقتي احنا دخلنا بقى سوق العطارين، نكمل بقى، خلصنا سوق الحرارين وسوق المدابر. مسن السكاكين الله ينور، الله يخليك، شكرا. دي آلة موسيقية أمازيغية، الجلبريد الأمازيغي.
آلات موسيقية بقى تقليدية تراديشنال. الطبلة بتاعتهم. يسرى هتودينا فين يا يسرى؟ اوديك يلا. هو ده ضرب التوزان. ضرب الايه؟ ضرب التوزان. ضرب الزقاقات هون في راسك. في المدينة القديمة. يعني اذا كنت هيك ممكن اثنين ممكن يفوتوا جوا. واحدة ما ياخدش اثنين جنب بعض. لا. طب حاسبي راسك خدي بالك من راسك طيب. لا. بس ما شاء الله ايه ده؟ ايه ده بجد؟ يعني انت عرضك كام؟ 40 سنتي؟ يعني يا جماعة المسافة ما تجيبش 50 سنتي بجد. طب وهم ليه عاملين كده؟ كانوا بيعملوا كده مشان الشمس كده ومشان المباني كانوا كتير. لا دلوقتي هالبيت اهو ممكن تلاقيه من جوا كتير كبير كتير كبير. يعني بيستغلوا المساحه من برا عشان خاطر يوسعوا جوا. وكمان كان بيكون هيك مشان ما يفوت شمس كتير مشان يحافظوا على الجو. هلا اذا يعملوا جيت على المدينه القديمه بالبلد يكون الجو فيها لطيف ما مثل برا. احلى من برا. طب والخشب ده ليه؟ عشان يسند المبنى ما يقعش. ما يجوش على بعض. يعني مسند. يعني سندين المباني بالخشب يا جماعه قد ما انه قديم يعني. ما شاء الله يعني حاجة جميلة جدا. طب انا عايز اسأل سؤال بقى محيرني. في سؤال محيرني من شفشاون. انتوا ازاي بيدخلوا العفش في البيوت هنا في البيوت؟ يعني بص الباب انا كده ايه يعني انا كده واقف حرفيا بيني وبين الحتة دي 10 سنتي و 10 سنتي. ادي الباب بتاع البيت صح؟ بيدخلوا العفش ازاي؟ يعني بجد بيدخلوا العفش ازاي؟ بجد بيعملوا هيك شحبات. يعني شغلات كبيره اللي ما فيها تفوت من على الباب. طب اللي رايح السوبر ماركت وجايب شيل كتيره يخش ازاي؟ لا لا جميل. واحده واحده. جميل عبق. كملي. طب كملي يا ياسر نخش كده شويه. يعني حتى الشبابيك ما شاء الله. يعني وادي باب البيت اهو. لا يعني بجد الموضوع صعب. حتى السلالم صغيره جدا. يعني السلم ما كملش برضه 60 سنتي مثلا. بس لطيفه جدا. اسم الزقاق ايه بقى؟ تزاني. اوكي. يسرى ايه ده يا يسرى ده؟ ده نوع من الاكلات الغربيه المشهوره هيك مقبلات يعني بيحطوها كضيافه. سناكس يعني. اسمه ايه؟ افقاص. افقاص؟ افقاص. لفقاص؟ يعني بالعربي ايه طيب؟ افقاص مملح. في منه كان حلو كان ممكن مقبلات. بس هو اسمه صعب شويه. مملح تقبل ترابي. كنت خلينا واخدانا فين؟ واخدانا فين يا يسرى؟ ضريس او دبس الثياب. يعني ممكن تعطيهم اي شيء اي لون ممكن تلبسه باللون اللي بدك اياه. مصبغه يعني مصبغه كبيره. زنقه الصباغين. خلينا نتفرج عليه. نعشق طفلة أندلسية صغيرة شابة خمورية. نعشق طفلة أندلسية صغيرة شابة خمورية. أندلسية يسرى وسارة رحاب قابلتهم في المدرسة البعنانية بنزل يا محلادك الزين العين والحاجب مقرونية. شفتها سحار في الحين تخلي العاشق في بليل.
أندلسية صغيرة شابة خمورية تعشق طفلة أندلسية صغيرة شابة خمورية بعشرين درهم برضو ممكن تدخل تتفرج على منطقة صناعة الخشب والحرفيين ويريك ازاي كانوا بيصنعوا الخشب زمان للقبب والبيوت الخشبية والمحاريب وكلام من لانه ريحته دائما بتكون حلوه. ريحته ايه بقى يا يوسف؟ ريحته بتكون حاطين خلها هيك وريحه مسك بتكون بجد. يوم الجمعة وانت ماشي في منطقة القرويين والمدينة القديمة هتشم، طول ما انت ماشي هتشم ريحة الصندل والبخور، لان طبعا عشان الصلاة صلاة الجمعة فكله بيشغل الصندل والبخور. حلوة جدا مكان كده، ريحته كلها جميلة. دي كانت خرابة؟ لا والله أصلاً اسمها رونيد جاردن. ريونز جاردن ما شاء الله. في المدينة القديمة كده هحط لكم مكان اسم المكان ده، كافي شوب ومطعم. صباح خير. كافي شوب ومطعم، وده كان خرابة في الأول أو مكان مهجور يعني. وما زال لا مش خرابه، لا ده جميل ما شاء الله يعني، ما شاء الله. ايوه هو راه جميل، وين السيل يعني مروح وماله، مش عيب بس هي حلوه. حبيت افرجكم المكان بس ده كان خرابه وبقى فندق ومطعم، وما شاء الله يعني ستايله تحفه. ستايله جميل جميل جميل، وعاملين في كل ركن حاجة مميزة، حتى الأعداد بتاعة الأكل والمطعم مختلفة. في قاعدة هي عشان الشتاء. ده مدخل الفندق فوق، غرف جيست هاوس وهوستل في نفس الوقت، حمام مغربي بقى، ستايل مغربي تماما. ده جناح من الأجنحة، سرير، الحمام بتاعه، شو الباب يا جماعه، باب الحمام. ضيعت شبابي. في المدينه القديمه ممكن تنام في جناح ملكي زي ده كده مغربي، وتاخد كل الشعور بالجو الاندلسي المغربي القديم في هوستل. هسيب لكم اسمه صندوق الوصف.
هو جيست هاوس وهوستل في نفس الوقت. هتبقى قاعد في الأوضة يعني انت نايم والجو ده بتاعك كله. هو سويت كله مفتوح و يعني مش قادر مش عارف اوصفه لكم ازاي يعني, بس هو فيه كل حاجة. ستايل امازيغي, جو اندلسي مغربي, بوابات قديمة بتاعت البوابات القديمة بتاعت المدينة القديمة, يعني حاجة كده فوق التوقعات. ما تصحى تفطر في الجو الجميل ده وتتغدى وتتعشى, يعني المكان ما يتكركش منه بصراحة. إقامة وأكل واسترخاء وجو تاريخي. عايز تنزل تمشى في المدينة القديمة تنزل على طول في ثواني. الحب فناني ما نباتش هاني وعدي على وحيدة على وحيدة كل نهار محنة جديدة. ما هي صعب جد مش بهزر. متشكر جدا 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 جدا, انا مبسوط جدا في الوقت اللي قضيته معاك والله العظيم. ومتشكر جدا جدا يا بنات, انتوا زي القمر وزي العسل. شكرا رحاب وسارة, ولازم اشوفكم في مصر ان شاء الله. اوعي ما تجيش مصر, اوعي ان شاء الله. يلا خدوا بالكم على نفسيكم. انت كمان. باي 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 باي. اسمعك مزيان. انني اسمعك مزيان. تفضل. هاد الزنقه سميتها زنقه حجامه. ايوه. المراه وليت الله صالحه كانت كدير الحجامه. ايوه. هاد المراه ساهمت ماديا في تاسيس مسجد القرويين. أيوة. مع فاطمه الفيريه التونسيه. أيوة. فاطمه اسست القرويين ولكن دفنت في المسقط راس ديالها في القيروان في تونس. وهاد اللاله حجامه اللي كتحمل اسم هاد الشارع راه مدفونه في هاد البيت. مدفونه فين؟ عندي 57 سنة. اش كنقول لك هاد الهضره؟ دخلت لهنا هادي 29 مرة واحدة ديما الخميس. اتوضت هنا في المكان وماتت هنا؟ توفت يعني. 245 سنة؟ من سنة 45 هجرية. سنة 245 ما شاء الله. ده كتير جدا. 1200 سنة ما شاء الله. حان وقت القهوة. ملوكة. ايوه. بصحتكم. قهوة بتعوض اللي احنا شفناه في الحر اللي فات ده, بتدي لنا طاقة بقى عشان المكان اللي جاي واللي بعديه واللي بعديه. مدينة فاس من فوق بعد ما خلصنا زيارة المدينة القديمة, خارجين في اتجاه مزار تاني, فحبيت اوريكم المدينة القديمة من فوق. ليلي ونهاري شكي بضل. كل دي مدينة قديمة واحنا كنا جوه. ده كله كان السور بتاع المدينة زمان. ان شاء الله لما مليكة وزهرة بيتكلموا بيبتدوا يتكلموا كده ان شاء الله بفهم كل حاجة ان شاء الله. مفيش كلمة ما بفهمهاش. مفيش حرف بيعدي عليا من غير ما بفهمه. بتتكلموا عربي بقى حرام عليك. والله العظيم اللي كانوا يهضروا بالعربي. وعلى فكرة المغاربة عندهم العربية ديالهم هي اللغة العربية
ديالهم ايه بس؟ ديالهم هو نعود فيه كحة ايه وديالهم؟ ديالهم يعني بتاعتهم بس كحة يعني شوف انا لو درى كذا كلمة معتك الاصل ديالهم بانها كلمة عربي. احنا بقى دلوقتي في منطقة اسمها سيدي حرازم. سيدي حرازم مش كتير يعرفوها. احكي لكم ايه سيدي حرازم دي دلوقتي. من فضلك قول لنا حرازم سيدي حرازم دي ايه بقى؟ هي منطقة كمان تعتبر سياحية ومهمة في المكان. معروفة في فاس. معروفة بالمياه بتاعتها. مياه معدنية طبيعية 100% علاجية. علاجية. بتنفع للناس اللي عندها مشاكل في الكلى. مشاكل في الكلى خصوصا الحصوات. الحصوات يعني بتعالج. بتعالج. اول حاجة هاكلها فاس سمك حد قال لي عليه بطريقة الفرنساوي كده. قال لي لازم تاكله في مودي فيش. مش بعيد عن المدينة القديمة يعني حوالي 10 دقايق. انا مزوج فيك الدنيا معاك الحبيب. انا مزوج فيك الدنيا نشوف المغرب. انا مزوج فيك الدنيا معاك الحبيب. انا مزوج فيك الدنيا نشوف المغرب. تتفاجأ الكلين. انا مزوج فيك بديني معاك الحبيب. انا مزوج فيك بديني نشوف المغرب. يلا نمشي للصحراء